بعد واحد الحكم اللي طال سنة، كان الحمد لله عطانا الحق، الحكم ديالنا ربحناه. الولوج الملاعب اللي كاينين في التيران ديال الاطوال، الوثائق يعني من بعد ما طلعوا على الكونطرا اللي كان عندنا والوثائق كاملة، الحمد لله كان الحكم في صالحنا. واليوم راه جاو الأمن اللي حضروا هنا في الملعب، وحضر معهم المأمور ديال المحكمة، وكان تدخل داخل باش دخلونا للتيرانات ان شاء الله، باش غادي نبداو نمارسوا نستغلوا الملاعب كما كنا من قبل، ونرجعوا للمدرسه ديال بابا اللي دارنا باش ترجع ان شاء الله. وكنشكروا كاين هذه البلاد الحمد لله فيها العدل، الحمد لله اللي فيها العدل البلاد، كل واحد كياخذ الحق ديالو الحمد لله. كنشكروا صاحب الجلاله، وكنشكروا جميع الناس اللي سهروا على هذا، اللي عطونا الحق ديالنا، اللي عرفونا مظلومين، والحمد لله رجعونا الحق ديالنا.